بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 17 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت الإسراء لافتتاحها بالحديث عن معجزة الإسراء. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 50 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 111، عدد الكلمات 1559، عدد الحروف 6480. المحكم والمنسوخ من آياتها. الآيات المحكمة 108، الآيات المنسوخة 3. مواضيعها. تتحدث السورة عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفساد بني إسرائيل وبيان الحكمة الإلهية في إرسال الرسل، ثم تبين أسم العلاقات الإنسانية لمجتمع فاضل متكامل، وتقرن التوحيد ببر الوالدين، وتحث على صلة الرحم والبر بالمساكين، وتنهى عن الفضول وتتبع عورات الناس، تضم البخل والتبذير، وتتوالى النواهي على شكل وصايا لإصلاح المجتمع الإسلامي، وتروي السورة قصة آدم وإبليس وتحذر من أتباع إبليس، وترجع علم الروح إلى الله وحده، ثم تختتمه بتنزيه الحق سبحانه وتقديسه ووجوب حمده، وتنسب إليه الأسماء الحسنى.